اسأل والأنبر فائيل يجيب. مع نيافة الأنبر فائيل وأسئلة الشعب، كل ما يخص أسئلتكم بالطقس والعقيدة ومشاكل الأحوال الشخصية. مع نيافة الحبر الجليل الأنبر فائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة. نرجو إرسال أسئلتكم على البريد الإلكتروني التالي. البرنامج من إعداد وتقديم جينا حنا. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم اسأل والأنبر فائيل يجيب. خلونا نرحب بأبينا الحبيب نيافة الحبر الجليل الأنبر فائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك سيد. أهلا بحضرتك. زي ما كنا بنتكلم في الحلقة الأولى عن الكنيسة وهبتها ومعنى كلمة كنيسة ومعنى كلمة وحدة، هنستكمل مع نيافتك بنعمة ربنا ونبتدي برسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الرابع. سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحقة مسامحهم، فيصرفون مسامحهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فأصحى في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل العمل المبشر، تمم خدمتك. الناس بتسأل يعني هي الكنيسة مسؤولة عن حماية الانحرافات والشهوات الخاصة في التعليم، ولا تسيب كل واحد يعني بمزاجه؟ لا طبعا، النص اللي انت قريتيه دلوقتي بيبين ان فيه من ضمن الجوب ديسكريبشن بتاع الاسقف اللي هي التوصيف الوظيفي انه يحرس الايمان، والا لو ما كانش كده هيبقى كل واحد بيقول حاجة بطريقته والناس تتشتت. والتنبيه اللي قاله معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس كان اسقف، فقال له خلي بالك لان هيجي لك وقت الناس مش هتستحمل التعليم الصحيح. ليه بقى؟ التعليم الصحيح ممكن يكون ضد رغباتي وشهواتي واتجاهاتي، انا عايز اعمل حاجة تخالف قوانين الكنيسة، فهلاقي واحد بيعلمني التعليم الصحيح هبقى مش مبسوط. هيجمعوا لانفسهم معلمين مستحقة مسامعهم. يعني ايه؟ في معلم شايف ايه اللي يعجب الناس فيروح ماشي فيه. يعني مثلا ايه؟ هقول لك مثل بس ارجو ما حدش يزعل مني يعني من السامعين. شعبنا القبطي يحب يسمع قصص المعجزات جدا، فممكن واحد من الكهنة او الوعاظ كان بيوعظ كويس، وجه في يوم من الايام راح حكى معجزة في الوسط الوعظة، لأ الناس كلها انتبهت وانجذبت وعجبتها قوي، فيحول كل وعظاته انه بيحكي معجزات. وطبعا نتيجة حكاية المعجزات دي هيبقى يقول المعجزة الصح والمعجزة الغلط والحاجة اللي ملهاش معنى، والناس تتلم حواليه عشان تسمع قصص المعجزات، ولم يتعلموا تعليم واحد. فدي حاجة، واحد بيشوف ايه الناس عايزة تسمع ايه ويقول له ايه الهدف عشان يجمعهم حواليه، او حاجات تانية زي كده. يعني مستحكة مسامعهم معناها ايه اللي يرضي الناس وانا اقوله، لكن انا مفروض كخادم لله ايه اللي يرضي الله واقوله للناس، لان انا مش هدفي في الاخر الاجتماع بتاعي يتملي، لكن هدفي ان الموجودين يخلصوا. فهل التعليم اللي انا بقى بعلمه يؤدي الى خلاص النفس ولا يؤدي الى اعجاب الناس بيا؟ وهستفيد ايه باعجاب الناس؟ هذا ربنا في الاخر في اليوم الاخير هياخد رأي الناس فيا عشان يدخلني السماء او ما يدخلنيش؟ وهل اعجاب الناس هيكون هو المؤهل لقبول الله للانسان؟ المؤهل هو خلاص النفوس اللي احنا اؤتمنا عليها. وقد يكون الكلمة الحق صعبة. انت عارف عامل زي ايه؟
واحد عيان راح لدكتور، فالدكتور وبخه قال له انت ليه مهمل في صحتك، انت ليه ساكت على نفسك، انا هديك الدواء دوت وباذن الله هتمشي عليه بانتظام هتبقى كويس، بس ارجوك ما تعملش كذا، ما تاكلش كذا، اعمل حبه رياضه، اعمل كذا كذا كذا، حبه تعليمات. فيخرج الواحد من عند الدكتور شويه متوتر، يعني الدكتور خضني وزعلني والزمني ببرنامج وادويه وحقن، فالموضوع مش على مزاجه. فقالوا له في دكتور طيب ولذيذ هيكتب لك حاجه وبيطمن الناس، فراح للدكتور الطيب واللذيذ، وهو الدكتور شايفه داخل موهوم قال له يا عم انت ما فيكش حاجه، ده بيضحكوا عليك، ده انت لا امنع ده كله، شيل ده كله، كله عايز تاكله، مين هيبقى ألذ في نظري؟ الدكتور طبعا اللي قال لي الدنيا جميل طبعا. بس هو قال لي حاجه تضرني. فمش من العقل ان انا امشي ورا واحد بيقول لي كلام على مزاجي، لكن العقل ان انا امشي مع واحد يقول لي ما هو الحق. عشان كده هنا الآية تقول ايه؟ صحيح. سيأتي وقت فيه ايه؟ لا يحتملون التعليم الصحيح، التعليم الصحيح. مش مستحملينه. واحنا في هذا الوقت، احنا في هذا الوقت. يعني هديكي مثل برضو، مش حابب حد يزعل مني، بس الحق حق. واحد عايز يطلق مراته بدون حق، هي انسانة محترمة لكن هو مؤذي، جاي الكنيسة طلقوني، فابونا هيقول له لا، الكتاب المقدس ما بيسمحش بكده، فيروح لحد تاني في طائفة تانية ولا في كنيسة تانية طلقوني، يقول له طلق فيها ايه بقى، مين اللذيذ والحلو اللي بيقول له كلام على مزاجه؟ لكن اللي قال له كلمة الحق بقى متعصب ومتشدد ومتشنج وبيعقد الدنيا في عينين الناس، والمسيح كان طيب وهو اللي وحش، فماشي حسب أهوائه. فدي ده يعني على هذا المنوال، واحد يسمع كلام الكنيسة من جهة الصيامات، من جهة الالتزام الكنسي، وفي كنايس تانية لا في صيام ولا التزام، فهتلاقيه بيجري ورا الحاجة السهلة والواسعة. ودي قالها المسيح عشان ناخد بالنا، لأن احنا مرجعنا هو ربنا يسوع المسيح. قال خلي بالكم في باب ضيق وطريق قرب، قليلون هم الذين يجدونه لكن يؤدي إلى الحياة الأبدية، وفي باب واسع وطريق سهل وكثيرون يجدونه لكن يؤدي إلى الهلاك. فطبعا الناس بتدور فين الباب الواسع وفين الطريق السهل، طبعا ويقعدوا ينتقدونا، يقولوا انتوا بتعقدوا الدنيا وبتخلوا الناس طبعا تكره الدين وتكره ربنا. عشان ايه يعني؟ عشان بنقول كلمة الحق والناس مش عايزة كلمة الحق، مع ان الحق ما يزعلش. طبعا الحق ما يزعلش. وانا هطلع من النقطة دي واسأل نيافتك الفرق بين الواحد يحب المحبة من صدقة فعلا وانه يتمسك بالايمان، يعني قبول الاخر وقبول افكار. طبعا يعني قبول الاخر معناها انت كشخص انا احبك واحترمك في كل الاوضاع. احنا عايشين في مجتمعات فيها تعدد في الافكار. انتوا في امريكا هنا في ناس اثيست ملحدين، وفي ناس بوذيين، وفي مسلمين، وفي هندوس، وفي يهود، وفي كل الانواع. لازم الناس دي نحترمها ونقبلها ونتعامل معاها، ومش شرط يتغير لإيماني، هو حر. لكن كمان مش عشان أنا بحترمه وبحبه وبتعامل معاه بيشتغل معايا في المكتب أصدقاء وزملاء يبقى أنا خلاص بقيت بوذي زيه أو هندوسي. ففي فرق بين تمسكي بإيماني ومحبتي للناس. دي لو طبقناها كيف حياتنا حتى مع المسيحيين الآخرين، بنحب الناس لكن مش لازم عشان بحبه مش أعطانك لازم أفكاره بالزبط. ولا عشان أنا بقول له إيماني وبتمسك به معناه أن أنا كرهه. إحنا عندنا في منطقتنا في الشرق وفي مصر على وجه الخصوص بنشخص المواضيع. يعني في موضوع اختلفنا فيه بقيت أنا عدوك طبعا. ومش طايق أسمع منك كلمة، ما بحبش الاختلافات في رأيك. ويبقى الشخص دوت اللي قاله صح واللي قاله غلط مرفوض بالنسبة لي، ولو كاتب كتب مش هقراها. طب ليه؟ لأن احنا اختلفنا. طيب ما احنا نشوف اختلفنا في ايه ومش مختلفين في ايه.
وأنا كشخص أحترمه وأحبه، لكن أنا مش قابل أفكاره. يا ريت الثقافة دي تنتشر عندنا في مصر. أيوه. إن أنا أقبل الناس حتى لو كنت مش مقتنع بأفكارهم ولا أؤمن بيها، لكن هو يظل محترم. ولذلك هتلاحظي أحيانا على الفيسبوك ناس يتناقشوا حولين الإيمان ويحولوا المناقشة إلى خناقة وصراع وشتيمة وإهانة، لأنه مش طايق أن الآخر يختلف عنه بفكرة حتى لو معاه مليون حق، لكن لأنه تحول إلى الشتيمة والإهانة مين يسمع له؟ لا الآخرين يسمعوا له ولا عدوك ده اللي انت حطيته عدو هيسمع لك، انت خلاص أهنته. أيوه بالظبط. لكن لما اتكلم باحترام وبمنطق، وخصوصا لما يكون الانسان معاه الحق، ليه ينزل لمستوى انه يشتم ويهين وعادي وعادي ويعمل اكاونت يقول لك مثلا احنا ضد فلان؟ طب ليه؟ ما كده برضو حاجات دي توقف الوحدة الكنسية بكل تأكيد. هي بفكروا يعني ما اللي بيمشي في الاتجاه ده بيبقاش ناوي على وحدة خالص، بيبقى هجوم. هجوم بس. مظبوط. سيدنا، من هو الشخص اللاهوتي؟ مين هو الإنسان كمان البسيط؟ هو كلمة اللاهوتي معناها الإنسان الذي يدرس اللاهوت. واللاهوت هنا مقصود به علم اللاهوت أو كل ما يخص معرفة الإلهية، معرفة الله. يعني سموه بالإنجليزي ثيولوجي، وثيو كلمة يوناني معناها الله، وأولوجي يعني العلم، العلم الخاص بالإلهيات. وبعدين في اللاهوت بنقول مثلا اللاهوت الطقسي، يبقى العلوم الكنسية اللي بتتكلم في الطقوس، اللاهوت الأدبي، اللاهوت الروحي، اللاهوت المقارن. فكلها معناها علم اللاهوت، عشان نفرق ما بين كلمة اللاهوت في المسيح اللي هو اللاهوت والناسوت. كلمة اللاهوت في المسيح معناها الطبيعة الإلهية، لكن كلمة اللاهوت بمعنى العلم. فلما نقول من هو اللاهوتي، يبقى دارس اللاهوت، دارس علم اللاهوت. لكن في تعبير جميل قالوه زمان الآباء وده لازم ناخد بالنا منه، بيقولوا ايه؟ من هو اللاهوتي إلا الذي يصلي. يعني الإنسان الذي يصلي دخل في معرفة الله أكتر من اللي بيدرس. وطبعا تبقى الحاجة جميلة لو كان بيصلي وبيدرس طبعا. وعشان كده إحنا بنحترم جدا عالم اللاهوت التقي اللي هو تلاقيه واقف في القداس في انسكاب وخشوع وبيصلي فعلا، بيدخل يتناول وانتهى الخضوع، هو معاه دكتوراه في اللاهوت. وابونا اللي بيصلي ده انسان غلبان، لكن يدخل يبوس ايده ويتناول من ايده وياخد بركته. وابونا ممكن يستعين بهذا العالم يقول له ايه رايك في القضيه الفلانيه، انت دارس انا ما اعرفش. فيبقى هنا عالم لاهوت ولكنه تقي ومتواضع ومصلي. اما دارس اللاهوت اللي مش بيصلي، يعني واخد دكتوراه في الليتورجيه او دكتوراه في الخارستي، عمري ما شفته في قداس، وإذا دخل القداس بيبقى عينه ناقضة، دي حاجة غلط. دي بيفكروا ان هم فاهمين، دي مش أصلها كان كده، ده مفكرين يعني العين الناقضة دي ما بيصليش قاعد بس يقول انت فسير اللي انت بتعمله دي اختراعات، عشان هو دارس. فأصبح العلم بتاعه سبب ضرر عليه، لانه بقى متكبر والناس ما تقبلوش. وللاسف هتلاقي العينه دي موجوده، يلتف عليها كتير من الشباب اللي هو دايما يحب المعارضه، خد بالك. ويملأوا الكنيسه بالاعتراضات المبنيه على اصول تاريخيه، يعني فيبقى موقفهم صعب. هم لا عارفين يصلوا ولا سايبين اللي يصلوا يصلوا ويفكر في نفسه ان هو من علماء اللاهوت لانه ينتقد. فهي محتاجة المعرفة مع التقوى. هنيجي بقى في نوع تاني اللي هو إنسان إمكانياته الذهنية على قد، ما عندوش إمكانيات يدرس دكتوراه، لكن هو بيصلي، بيصلي في الكنيسة بالحق، وبيصلي في مخدعه بالحب، وليه علاقة طيبة جدا مع المسيح. ده قال عنه المسيح إيه في مناجاة للآب؟
أيها الآب رب السماء والأرض، أشكرك، ده المسيح اللي بيقول، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. مسرة الآب أن يعلن ذاته للبسطاء زي الأطفال، لكن العالم العامل نفسه عالم وفهيم، كثيرا ما يسقط في البدع والهرطقة. فالإنسان البسيط أشعر أنه هو يعرف ربنا أكتر من القاري، ودي تلاقيها في وجه امرأة بسيطة مش دارسة، قد تكون أمية مش بتفهم، مش عارف تقرأ وتكتب، وهي داخلة تتناول، قد إيه التقوى والمهابة والاحترام والاستعداد للتناول، وهي واقفة قدام أيقونة العذراء بتولع شمعة بتصوصيها على ابنها، ما درستش علم الشفاعة ولا المريمولوجي ولا فهمت ايه مصطلح الثيوثوكس، لكن هي عارفة ان العذراء دي والدة الاله وليها دل عند الله. فالبسطاء هنا يصيرون لاهوتيين اروع من الدارسين اللي بيشككوا نفسهم يشككوا الناس. عشان كده أنا بنصح اللي عايز يبقى لاهوتي، نمرة واحد يصلي، نمرة اتنين كلما عارف معلومة يقتنيها في اتضاع، ويعرف إن لسه في معلومات تانية معرفهاش، حتى لو وصل لأعلى الدرجات العلمية في المعرفة اللاهوتية. لأن دايما أي واحد في الدنيا في أي مجال في العلم بياخد دكتوراه بياخدها في نقطة. أنت درست مثلا أثناسيوس الرسولي خدت فيه دكتوراه، لكن جايز ما تكون معرفتش إيريناوس أو كليماندوس أو مش ملم بكل يعني حاجة، مين فينا ملم بكل يعني حاجة. أنت واخد دكتوراه في الليتورجية، جايز ما قريتش كتير في التاريخ، فلازم أدي نفسي مساحة إن أنا مش كل حاجة عارفها. مظبوط، لأن بيحصل أحيانا اللي درس دكتوراه يظن نفسه هو بقى هو بس اللي يتكلم. أيوة سير. يعني أنا بحترمهم وأحبهم كلهم أصدقائي، لكن دي نصيحة إذا حب يقبلوها من إنسان غلبان معهوش دكتوراه. بنعمة ربنا يشتغل في كنيسته ومع أولاده كلهم. سيدنا قبل نهاية حلقتنا بس كنت حابة أسأل نيافتك، يعني لما أكون نيافتك لوحدك وبتفكر في وحدة الكنيسة وبتصلي من أجلها، يعني إيه اللي بيكون في قلب نيافتك؟ أنا بقول له نمرة واحد، يا رب احفظ وحدة كنيستنا. يعني إحنا جوة الكنيسة برضو في ناس كتير بتشوشر وبتشوش، ودايما صدقيني في الصلاة في القداس أقول له يا رب أذكر سلام الكنيسة ووحدتها وسلامة التعليم فيها، لأن النهاردة أصبح المجال مفتوح بدون رقيب، إن أي حد يكتب حاجة على الفيسبوك وتنتشر بسهولة جدا. وبعدين في ناس للأسف للأسف بدون أمانة بيشوفوا إيه الرايجة ويركبوا الموجة. ليه أب كاهن حلو لكن شايف الشباب عايزين الاعتراض فيعترض عشان يحبوه، فتلاقي فيه معجبين كتير دخلوا على الأكاونت بتاعه وحس بقى أنه هو بقى ليه شعبية، فيبتدي يزيد في حكاية الاعتراض في حاجة هو نفسه بيعملها علشان بس يجتذب إليه الشباب وهكذا. فدي مدية فرصة أن يبقى فيه يعني اختلافات كثيرة محتاجة تضبط، بعدين لما نيجي نضبطها ككنيسة يعني وقيدها في الكنيسة، الناس تتهمنا بان احنا متشددين ومش، واذا قلنا طب هنترفق بالناس شوية لغاية بس ما يعني ناخدش مواقف صعبة، الناس تانية تقول لك تسيبين الكنيسة، فين ايام ما كان اي حد بيغلط على طول حد بيوقفه. فعامل زي بساعة ايه، زمرنا لكم فلم تركصوا، نحن لكم فلم تبكوا. فدايما اذكر رب سلام الكنيسه وهدوء والطمانينه في كل موضوع خلاص الله في الشعوب. اذكر يا رب سلامه التعليم في الكنيسه، واعطي يا رب ان يكون خدامك والكهنه والاساقفه كلنا ماشيين في اتجاه واحد في التعليم حسب ما استلمنا من ابائنا، ما نغيرش. لان النهارده لما بنتكلم عن الوحده مع الكنائس الاخرى، ازاي هدخل في وحده كنائس اخرى واحنا جوانا النهارده في تيارات مش مريحه؟ صح.
بيوتنا، وبعدين ربنا يفتح السكة للاتحاد مع الكنائس يعني. ربنا يحافظ على أولاده ويكون بنا كلنا نكون جسد واحد من أمة ربنا. أن يفتح حبر جليل الأنبر فقيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية شباب. شكرا جزيلا سيد. شكرا. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوبوس، أشكر حضرتكم على حسن استماعكم، ونشوفكم حلقة قادمة. واسأل والأنبر فقيل يجيب، وإلى اللقاء. اسأل والأنبر فقيل يجيب.